السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. عندنا لباس جديد، عندي سواتلوش كتجي زوينه في اللبسه، التحت كيجي كلوش بزاف والفوق راه غيجي عادي. غنبداو ان شاء الله نطويو التوب. عندي التوب ديالي فيه 3 متر، عباره 3 متر ونص اللي غتدي. المهم انا غنشوف كيفاش غادي ندير ليه. اول حاجه غادي نثني هاد 3 متر، غنخدم بها على الظهر ما غنخدمش على الوجه. هاد 3 متر غنثنيها بهاد الشكل بحال هكدا، يعني غتولي عندي متر ونص. غادي نثني على الطريقة ديال المثلث، هاد الصيا كتخدم على طريقة المثلث. وغادي ندي هاد البلاصة المسدودة المحلولة، غنداعم البلاصة المحلولة بهاد الشكل هذا. الا ما كانتش عندك طبله كبيره كتعدلو، ولا فصليها في الارض طلعت كتعاون. اش ديت؟ ديت البلاصه المحلوله عند البلاصه المحلوله بهذا الشكل هذا كيزلق. صافي شتي كيعطاتني؟ عطاتني شكل مثلث. وكيف ما كنقول لكم ديما، كناخذ الخاطر حتى تنسرح التوب ديالي. ملي غنلقى التوب ديالي غنجرو عندي بهذا الشكل هذا. لا اصلا التوب كيزلق، ما تكون شي حاجه منتقل بها هذا. حسي حسي صافي، هاني طويت التوب واخا عذبني مع الطبله اصلا ملسه، والتوب حتى هو داير بحال شكل ديال الساتان بليد. وغنبدا الخدمه ديالي. هاد الدوره اللي غندير هنا غادي ندير ندير الربع ديال السدر، يعني مثلا الكليانه عندها في ربع السدر 30، غادي نحاول نقص نديك 30، غنديرها 28 باش يجيني مزيان. ربع السدر ناقص 2، غادي ندير 30، ندير 26، نديرها 26، نديرها 27. هاد الدورة هادي غادي ندير فيها 27. دابا أنا خدمت ب 27، ولكن كيفاش منين جبدات 27؟ كنشد دورة الصدر كنقسمها على 4 وكنقسم منها 2، صافي. وغادي نشوف نحاول من هنا لهنا يكون من هنا لهنا، حتى الا كان كاع الفرق ديال حاولوا نجبدوا من هنايا، حتى الا كان كاع الفرق ديال 1 سنتيم ولا 2 ماشي مشكل. باذن الله مزيان. من هنا لهنا هذا العبار ديال من هنا لهنا يكون قدو قد هنا، من هنا لهنا يكون قدو قد هنا. وهذا العبار هذا منين جبتو نصف دوره الصدر مقسمه على 4 ناقص 2 سنتيم صافي. ومنين كندير هاد الخط كنحاول هاد الوسط كنهبط بواحد سنتيم وكنقوي. غادي نجي نعبر الطول ديالي، غادي نحاول نمر باش نعبر الطول ديالي. خديجة عطاك الخدمة نوضي بغيت شدي ليا سنتيم تما، شوفي هاد الطول شحال تما، شحال هاد الطول؟ 42. سير دوريها معايا 42. لا غادي نجي من هنا غادي ندير الطول اللي بغيت. مثلا انا بغيت بداك العبار الصايا بغيت فيها شحال 147، دوري هكا كنبدا ندور بنفس العبار. مزيان سير هكا غير قرب عندي، سير هكا منه. هذا هو العبار اللي درنا. كيفاش؟ مثلا عندي انا الفوق غندير فيه 34، الفوق غندير فيه 34، غتشوفوا لي كيفاش غنفصلوا هادشي اللي شاط كملوا غنديروا صايا، يعني الصايا شحال يكون فيها؟ تكون فيها 147. 147 سي ما كفوك في سي غنعاود نشرحها شنو درت.
التنطل ديالي عندي 140، انا الفوق بغيت ندير فيه 40، اش غندير؟ غادي نجي غنجي لهاد البلاصه هادي وغادي نحط 40، غنحط 40 وغادي نجر السنتيم ديالي تتلقى الطول ديالي. مثلا شحال درنا تما؟ درنا حنا 100 وكنبقى كندور بها، صافي كنبقى كندور بداك العبر، دوري سنتيم كنبقى ندور بداك العبر كامل. وغادي نقطع، اول حاجه غنقطع هنا غنحيدو هاد البلاصه هادي، غنحيدها بهاد الشكل هادي. راه ملي كيكون الثوب عندي ناقص راه كنستغلها، ما كنضيعش. وغادي نجر هكذا العبر اللي درنا الاول هو هذا، ياك هذا هو العبر، ها العبر اللي درنا. شدينا شدينا من الفوق، ملي كنبين عبر الطول ديالي راه كنعبرو من الفوق، ماشي من هاد البلاصه، كنعبرو من الفوق صافي. وغادي كنحيد الصاية هي الاولى، حيت هادي هي اللي كتاخد ديال الثوب بزاف، هادشي علاش كنخدمو بيها ثمانية ونص بهذا الشكل. هذا راه كيلصق، شتي كيفاش كتجي؟ كتجي كبيره، كتجي عريضه، هذا الامام وهذا الخلف. دابا اش غنفصلو؟ غادي نفصلو يا اما الامام والخلف، نخرجوهم من الاولين. المهم كنسرح الثوب ديالي وكنحاول نخرج الامام والخلف والكمام في خطره واحده. غادي نشوف، كديري دراسه للثوب باش ما شيطي، باش ما زعما كامل شوف قليل باش ما مزيان. غادي نشوفو هنايا امام والخلف، هنا الكمام ها هما، ها الكمام الخارجي ليا هنايا، نبلص الكمام يعني هنا غندير فيه الظهر، ونشوف هاد البلاصه هادي فين هاد البلاصه هادي، غندير فيها الظهر والامام، غندير فيها الخلف و امام والخلف. صافي تنيت هاد البلاصه مسدوده وغادي نخدم فيها. غادي نشوف فين جاتني 40، 40 راه ديال الفوق، من التقطيع على الفوق 40 فين جاتني؟ جاتني هنا. غادي نشوف هاد البلاصه هادي واش كافياني، واش فيها مزيان كافياني صافي. وغنسطر وغادي ندخل بسبعه وغادي نهبط بجوج، هادي راه قاعده تجي نقص هنا تبقي ليا غير. غادي ندير في الكتاف 20، منين جبت 20 40 نقسم على جوج، الكتاف مقسمين على جوج، غنخدم ب 20، هاد 20 غنهبط بثلاثة، غنطيح الكتاف وغادي ندي من عند هاد النقطة. أغلبية كيمشوا من هنا، كنعبر من هنا لهنا الكتاف، ومن هاد النقطة كنهبط بثلاثة وكنطيح الكتاف. 40 ديالي راه جاتني هنا، غادي ندير في العرض شحال عندنا شحال، المهم غندير في العرض غندير فيه 29، 29 منين جبت 29 الصدر مقسوم على 4 زائد 1 29، هاد 29 غنعاود نحطها هنا في هاد الخط ديال الكتف. الدور ديالها كنحط عليها الخط ديال الصدر بهذا الشكل هذا، واخا هنايا خارج ماشي مشكل، حيت هذا انا بغيتو غير نحط عليه، نحط عليه هذا غير نحط عليه الطبخ ديال التركيز صافي. غادي ندير دابا التركيز، التركيز كيفاش؟ كندير الكتاف مقسومين على جوج زائد جوج ولا زائد واحد ولا كنخليهم هما هما على حسب. ندير 21، ندير 20، غادي نمشي بهاد الطريقه هادي، غادي نمشي حتى نقرب لهاد النقطه وندور، ولا رجعوا الفيديوهات الاولين كيفاش كنخدم التركيز. راه كندير المستطيل هنا، كندخل بجوج وكنطلع بجوج، هادشي كنديرو الا عندي التقطيعه، الا ما عنديش التقطيعه، الا ما عنديش التقطيعه راه كندخل غير بجوج ما كنطلعش بجوج، ولكن هنا عندي التقطيعه هنا دائما كنطلع بجوج. اشنو هو الدور ديال هاد جوج هادي؟ ما كتخليش ليا اللبسه طايحه من الجناب
صافي وغنقطع. نبدا هنا هنا راه غنحلو بهذا الشكل باش ما اقتصدتي وخدمتي عقلك كيفاش تخرجي الموديل ديالك. ما كانش تب بزاف راه ما عندك ما ديري، ولكن هذا الموديل اكثريه كيهز 3 مترو اونس. حنا خرجنا دابا الامام والخلف، غنحيد واحد ها هو وغيبقى ليا الامام. غادي ندير عليه التعديلات اشنو هما، غادي نحاول الخلف مع ما كيتجبدش غندير فتحه صغيره. غادي نهبط 5 من 10 نهبط ب 7 نهبط ب 6 نهبط ب 6 ديروا 6 غندير في الخلف هنهبطوها ب 6. علاش عندي بغيت لبسه تكون زوينه بعقلها والثوب ما كيتجبدش، ما بغيتش نوسع الكون. غنهبط بسته هنا وغنوريكم شنو غنزيد في الدار. هنايا كنجي النص كندخل بجوج وكنقور. هذا راه الامل فاش خدامه انا دابا، علاش ما هبطش ب 11 ولا ب 10؟ ما بغيتش الكون يكون كبير، بغيت تكون صغير. اش غندير؟ غادي نزيد الفتحه في الظهر. هنا ما كنمسوش، ردوا البال كي غنقطع. ها نقطع وكنرد البال اللي تفوت ليا الثوب ديالي كيزلق. هذا دابا الامام الظهر غادي نشدو غندير فيه واحد الفتحه وغنشينيها. هاد الفتحه غادي نفينيها وغادي ندير فيها غير داك المخطف ديال داك المخطف ديال الكلود كار تاع الحديد. صافي انا بدنا بشي 6 ولا صافي. ها هو الامام ها هو الخلف حتى هو بقى ليا كمان الكمام. الكمامين ما جاونيش غادي نديرهم حلولين باش المشكل تاعو يكون. كتبدا طوي في الثوب الا ما كانتش كتحكم عليك مثلا شي زواقه بحال دابا هذا الزواق مشلط ما عندناش مشكل. غادي نشوف نهبط ب 15 ونشوف واش غيعطيني هنايا الدوره ولا لا، واش غيقدني ولا لا. 15 هنا غنشوف واش غيعطيني. عطيني مزيان، هذا قدني في الكمام. اش غندير؟ غادي ليا دوره التركيز ديال الامام الامام اهو. غنشد الامام وغادي نعبروا هاد التركيز غنعبروا بهذا الشكل هذا فيه 28. هذاك الشيء اللي عندي هنايا هبطت ب 15 ني التوب ديالي على جوج. ها واحد جوج ثلاثه اربعه يعني على اربعه. هادو جوج كمام كنهبط ب 15 ولا 13 التوب واقف غنهبط ب 13 ب 15. غنجي من هنا لهنا وغادي ندير داك العبر ديال التركيز. غندير هاد الشيء اللي عندي 28 غادي نسطرو وغنقسمو على جوج يعطينا 14. هاد العبار كنعاود نقسمو على جوج وهذا كنقسمو على جوج. هنا هاد الفوق كنطلع بواحد والتحت كنهبط بواحد. هادشي كامل راه كاين في القناة، حنا دابا كنطبقو غير الدرس. اما القواعد راه ديجا حطاهم. غادي نجي من هنا غنهبط بثلاثين اللي هي طول الكود. غادي نحط دورة الدراع ندير فيها مثلا نديرو 19 صافي. وغندي هاد النقطة
حاول ندور غير شويه غير نميل شويه وندير الطول ديال الكم ندير فيه السليفه انا لتحت غندير فيه 57 ندير 57 ما بيش ندير الكم طويل حيت بغيت ندير السليفه في الكمال وغادي ندير هنايا ندير 17 حيت بغيت ندير البليات صافي وغندي هذه النقطه اللي عند وحده بهذا الشكل غادي غير 3 متر وقيله كاينه في الكوب هي خرجت ليا غير ملي تبغي تنو ثنيه المثلات المحلول عند المحلول ماشي المحلول عند المسدود باش يبقى ليكم يبقى ليكم مسدودين تلقاو فاش تخدموا تلقاو دائما اللي كنقطع كنبعد من هنا كيفاش كندير البانطا غدار هنا هي فاش كيدارو الصيف بواني كنقولها بواني هاهما جوج دابا هادو هاد التوب ديالي كنثني على جوج هنا مسدود وكنعاود نثني بهاد الشكل هنا مسدود البانطا كتكون مسدوده من هنا اما هنا ماشي مشكل كتكون مسدوده من هنا غير باش انا يعطوني جوج باش نخرج هنايا هنا البانطا الا بغيت نصاوبها كيكون التوب مثني من هنا هنا ضروري يكون مثني اما الجد ماشي مشكل صافي انا دروكا هنا غادي ندير هنا البنطه غتكون فيها هذا العبر هذا البنطه كتكون فيها 26 حاول دا انا نقطعها باش ما نخربكمش نخلي هذا باش تبقى لي بقى لي تما الزبق زرق البنطه كتكون فيها 26 عندي كاع 27 صافي وغنقطع غتشوفوا كيفاش كتكون هي مربعه العبر ديال البنطه داكشي اللي بقى في الكم كتكمليه بانطا صافي غادي نحل هاد المسدود هذا ها هي البانطا ديالي كتجيب هاد الشكل كنفينيها هكذا كنخيط كنفينيها بهذا الشكل وكتلصق هنايا هنا في الكم ها بانطا ها اخرى اش بقى ليا الصراحه كنت بغيت ندير هذا هنا ولكن ندير هذا الكروش هنايا ماشي مشكل علاش ديما كندير دوك الكمان ديال الجرس نحاول نبدلو شويه بقى ليا هذا غادي ندير باش غادي نفيني الكول باش غنفيني الكول بهذا الشكل هذا كيكون التوب داير كنشوف البلاصه اللي دايره ولا كنصوبو انايا صافي وكندير 3 سنتيم هذا البي هذا البي باش كنفيني الكول ديري هنا بحال هذا الشكل هذا شتي كيفاش كيجي كتفيني به الكول ديالك كديري خط يكون شويه مايل وكتهبطي ب 3 سنتيم ولا 4 هالبي الاول هذا ديال الامام غنديرو ديال الخلف ديال الخلف هي صغير حتى هو هذا باش غنفيني البنطه ديال الخلف صافي نشوفو البيس ديالنا اللي في السما صحيح ما هي ديك الصريحه هي داكشي اللي تما شوفوا كيفاش غادي تكون صحيح شويه كيفاش كتجي لبسه شتي الصياط الدجاج راه عريضه مع هنا اول حاجه كنلصق
كنلصق هذا مع هذا، وكنلصق على الثاني الحاف مع الحناف علي كندير في ليمونش ديالي، كنلصق الكمام نقص ديال اليدين، وكنفيني الكولات كنفيني الكولات. وهذا هو الدرس ديالنا، راه كيجي زوين في اللبسه ومحترم بالنسبه للعيالات اللي بغاو في اللبسه محترمين ما تبانش فيهم الفورمه. وكنتمنى الدرس يكون بسيط وما يكونش ثقلت عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.